اعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المرموم مصر انا سكر في هاي بنجور بالغاري دوبرو اوترو بالاسباني. كيفكم؟ وزي الحال، اهلا وسهلا بكم مره ثانيه في قناتي واي بي تي. ايفري ون دريم اوف هاف ان شاء الله. هابز دريم كان اونلي كم ترو اف يو فايند هوم سيلف ا جود ستريت. المهم شكرا جدا ليكم. النهارده انا بقول لكم متشكر جدا، اصبحنا 595 مشترك على اليوتيوب و10500 مشترك على الفيسبوك، وان شاء الله نوصل لل 7 مليون مشترك على التيك توك. المهم ناس كتير طبعا بتبعت رسائل ان انت طبعا عمال تنزل فيديوهات ومش ورايق ومش فارق معاك اي حاجه. احب اقول لهم ان حاليا في سنه 2020 يعني، ان البيزنس القوي حاليا ان انت تعمل فيديوهات. ازاي؟ لو انت عندك منتج، لو انت حتى ما عندكش منتج، وان انت مجرد ان انت تنزل فيديوهات ان في متابعين ليك، طبعا في ناس كتير هتشتري من المنتج بتاعك، او ان في شركات هتقول لك نزل لنا عندك في القناه. فده يعتمد ان انت يكون عندك متابعين كتير او مشتركين كتير او لايكات وكومنتات كتير. المهم النهارده بقول لكم متشكر جدا قبل ما ندخل في اي موضوع، ان احنا اصبحنا 595 مشترك على اليوتيوب. واحب اقول لكم ان انا ماشي بثلاث حاجات في الدنيا دي. اول حاجه، حب لاخيك ما تحبه لنفسك. ثاني حاجه، اذا اردت ان تنجز فعليك بالونجز. الحاجه الثالثه، نفع واستنفع. فعشان انتوا بتدفعوني، وفي شركات كتير ابتدت تبعت لي رسائل ان انا بعمل لهم دعايه واعلان، وشركات كتير بقينا نتعامل مع بعض، ففي فلوس داخله بسببكم انتوا بعد فضل ربنا. فعشان في فلوس داخله يبقى لازم انا كمان اطلع لكم فلوس. ان شاء الله اول ما نوصل 700 مشترك في اول مسابقه هيكون في 700 جنيه هتخرج لسبع فائزين على قناتي على اليوتيوب والمشتركين بتوعي على الفيسبوك. متشكر جدا ليكم. دي حاجة. الحاجة التانية، انتظرونا في الفيديو اللي جاي هقول لكم ايه الشروط ان انت تدخل معانا في المسابقة، واوعدكم ان هي شروط سهلة جدا وكله معانا كسبان ان شاء الله. شكرا جدا ليكم ان احنا اصبحنا 600 مش داخلين على 600 مشترك، 500 بالظبط، 594 مشترك على اليوتيوب و10500 مشترك على الفيسبوك. كمان بحب اقول لكم ان احنا كل ما هنزيد ل 100 مشترك، يعني 700 800 900 1000 مشترك، كل ما هنزيد 100 هنقدم لكم نموذج من نماذج الشباب الاسواني الناجح. يعني كل بعد كل 100 مشترك هنقدم فيديو بنتكلم فيه مع نموذج من الشباب الاسواني، الشباب اللي هو الطموح، الشباب اللي هو بيتحدى المصاعب والجو اللي احنا عايشين فيه، وبيتفوق على نفسه، بيتفوق على المجتمع، بيتفوق على كل اللي حواليه وكل الناس اللي بيحاولوا يعملوا له احباط. فان شاء الله انتظرونا برضو في الفيديوهات اللي جايه، هنقدم لكم شباب زي الفل من اسوان. كمان بحب اقول لكم ان احنا يعني عايزين يبقى كل الفيديوهات اللي جايه فيها الكلام بيروح مني. الكلام بيروح مني، ثواني بقى اجمع الكلام. حاسس ان انا ناس. قول لي هي ايه؟ مش المفروض قبل المباحث تقول لي فين الرخص؟ وما انا اقول لك مبلوله ومن الناس تضحك؟ احب اقول لكم ان في الفيديوهات الجايه هنتكلم فعلا عن حاجات مفيده، يعني مثلا الاشجار اللي احنا بنزرعها على كورنيش النيل لغايه المطار كلها اشجار زينه، مفيش اشجار يعني حاجه نافعه. لا، احنا عايزين نخصص فيديو نتكلم فيه عن الموضوع ده. يعني هدي لك مثال، لو احنا شلنا كل الاشجار دي اللي هي اصلا زينه وعماله تنزل لنا في ورد كده احمر بيملانا الكورنيش كله ورد، وهات يا عم الكناسين ونظف ومش عارف، وميزانيه كبيره جدا للموضوع ده، لا احنا ممكن نعمل حاجه احسن من كده، ان احنا نزرع الطريق ده كله من محطه اسوان لغايه المطار نزرعه اشجار مثمره. الاشجار المثمره دي مانجا، عنب، لا عنب ده صغير، المانجا، التوت، نبق. المهم ان احنا نزرع اشجار مثمره، حتى يا سيدي الحاجه اللي تنزل دي هتنفع الناس اللي محتاجه، او احنا كلنا لما هنلاقي ان الموضوع بس بقى يعني متداول محدش هيقرب عند الشجر. هي اول سنه بس ممكن هتلاقي الاطفال بيفضلوا يحدفوا طوب مش عارف ايه وكلام زي كده، بعد كده خلاص هتلاقي كله اتعود على الموضوع ده. انتوا عارفين بره، واحد صديقي بيحكي لي فعلا حصل في المانيا، قريبته عايشه في المانيا، عايشه في مجتمع يعني فيلل وحاجات فخمه وزي كده. المهم هي كل يوم الصبح في الفيلا عندهم زارعين تفاح، فبتروح تجيب كياس وتعبي كل وتحط كل اربع تفاحات في الكيس في الكياس يعني، وتعلقهم على باب الفيلا. فالمنطقه كلها فيلا، بحيث ان اي حد معدي يشيل كيس وياخده يعني اللي محتاج. هي نفسها بتقول احنا متعودين عندنا في المنطقه كده، يعني كل الفيلا عندنا كده بيروحوا يعني كل واحد زارع مثلا شجره مثمره جوه الفيلا بتاعته، اللي زارع ليمون، اللي زارع برتقال، وهكذا، يروح كل يوم يحط في الزياده يعني بتاعتهم يحطها في كيس وعلقها على باب البلد.
انتوا عارفين بتقول ايه؟ في يوم هي كانت محتاجة ليمون، فراحت شالت كيس من الكياس بتاعتها اللي هي التفاح، وراحت عند قعدت تبص كده مين زارع يعني حواليها ليمون، لقيت فيه ناس زارعين ليمون، شالت الليمون وحطت بداله التفاح، فأصبحوا هم متعودين على ده. يعني بيتوارثوا هذه الايه، حب لأخيك ما تحبه لنفسك. حتى اللي معدي لو هو محتاج مثلا هيشيل كيس او هيشيل واحدة على قد اللي هو محتاج. بتقول انا نفسي، هي البنت دي اللي هي اصلا من مصر بس عايشة في المانيا، اللي هي قريبة صديقي يعني، اخته صاحبي يعني، فبتقول لي فبيقول لي هو ان هي في يوم كانت نفسها برتقال، تمام، قعدت تلف يعني تبص هنا تبص هنا، لقيت ان في فيلا عندها، راحت شالت برتقانه واحده وسابت ايه بقى الكيس. فبتقول احنا بقينا يعني بنصبح على بعض كده، ان خلاص انا مثلا زرع تفاح، اللي عايز يجي ياخد سواء كان محتاج او مش محتاج، انا بعلق الزياده كلها فين؟ على باب الفيلا. تخيلوا، حب لاخيك ما تحبه لنفسك. تخيلوا احنا طبقنا الموضوع ده، ان كل واحد يزرع قدام بيته شجره مثمره، مش كل واحد، كل عماره يا سيدي يزرعوا 3 شجرات بس، يعني كل عماره فيها 20 شقه مثلا او 40 شقه، يتفقوا كده مع بعض او ايا كان واحد فيهم بقى يشتري يعني اسمها ايه البتاع الصغيره اللي بيزرعوها بيشتروها دي، مش عارف، اكتبوا لي في الديسكربشن عشان نسيتها، اللي هم بيشتروها عند بتوع الورود، شلتها مش عارف. المهم تشتري الحاجه دي ب 10 جنيه ولا ب 2 جنيه ولا ب 20 جنيه يا سيدي، تقريبا المانجا الشتله، ايوه الشتله اسمها الشتله، الشتله بتاعت المانجا دي تقريبا 40 50 جنيه يا سيدي، اكنها وقعت منك يا سيدي. اشتريها وازرعها قدام العماره بتاعتك، تخيلوا لو كل واحد عمل كده هتبقى الدنيا زي الفل. المهم مش هطول عليكم، قوم طول لكن معايا في السكه، متشكر جدا ليكم، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه. ان شاء الله ما تنسوش تعملوا لايك شير سبسكرايب وكومنت، وان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه بالبلغاري ببرو اوترو بالنوبي انك قادر بالعربي. مع السلامه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.